السنة الثانية على التوالي تكرم مؤسسة بشير الجميل من قدم كثيراً إلى لبنان، وتستذكر كل من رحل وأفنى ذاته من أجل النضال. المكرمون لمعوا في مجال عملهم وفي الكلمات التي ألقيت لدى تسلمهم جائزة الرئيس الشهيد مع إصرار أبناء بشير الجميل على أن تصبح هذه المناسبة محطة سنوية. عم نكرم أشخاص من المجتمع الحيوي بلبنان يلي بيومياته عم بكافح وعم بجاهد من أجل بعض القضايا المهمة للمواطن ويلي كان بشير عم بركز عليها. أنتو مجموعة مصابة بالأمل، جائزة بشير جميل، تذكير صغير وتقدير على جهودكم، بس الاسم كبير، المسؤولية كبيرة على كتافكم. منهم من حضر ومنهم من تعذر حضوره، إلا أن كلماتهم شكلت بارقة أمل لمستقبل واعد. أنا اليوم عندي قناعة تامة أنه لو بقي الرئيس بشير جميل على قيد الحياة اليوم ما كنا وصلنا للدرجة المؤسفة اللي نحن فيها اليوم. إن مبادرة مؤسستكم تجاهي شخصيا وتجاه الزملاء الآخرين هي دليل التزام من قبلكم بالدفاع عن قيم التعددية في مجتمعنا. الوزير السابق سجعان أزي من رافق بشير غادر هذه الدنيا، إلا أن طيفه كان حاضرا. أما الإعلامية جيزال خوري فلم تستطع الحضور. سجعان وبشير والعلاقة قبل الأربعين سنة أكيد، أيام المقاومة والنضال وإذا جبنا الحر، ومن أربعين سنة لمؤخراً سجعان كتب عشرات المقالات عن بشير. الإعلامي الزميل في الأم تي في جان أخول كان من بين المكرمين. الجائزة كتير بتعني لي اليوم، وكتير بيعني لي أن يكون موجود هون، وبخجل من الأسامي اللي عم تتكرم بهالحفل. بتمنى أني يكون قد ما هن كانوا وقد ما بشير كان. وفي ختام التكريم استمع الحاضرون إلى النشيد الجديد للرئيس الشهيد بشير الجميل الذي تم إطلاقه.